هلا كونيتشوا مناسا، هوري ومعكم الإمبراطور باريليجيدو في حلقة أخرى من سلسلة تقارير عن شخصية يوغيو. نستعرض لكم اليوم من يوغيو أرت 5 شيني سورا. نبدأ. في النسخة المدبلجة اسمه سورا بيرسي، أما في النسخة اليابانية سورا شيني. عمره 13 سنة. أول ظهور له كان في الحلقة 3 من أنمي يوغيو أرك 5، كما ترون سجل مبارزته انتصاراته وخسائره. سورا هو من الشخصية الرئيسية في يوغيو أرك 5. تم جذب سورا ليويا عبر استداء البندلم الذي انشأه والذي جعله يريد أن يكون تلميذا ليويا. مبارزته ضد كوروسكي شين بينت أن سورا هو جندي من أكاديمية بعض الدمج الذي أقسم بالوفاء لليو أكابا وخطته لتوحيد الأبعاد. وبعد تعرفه على يويو ويوزو أدرك في الأخير أنه كان يؤذي الناس، وبعدها تخلى عن إذائهم وأصبح عضوا للرماحيد للحفاظ على الناس والأبعاد. يترجم لقبه شيني تقريبا إلى مدرسة سحابية بنفسجية. قد يكون هذا إشارة لاستداء الدمج لأن لون ورقة الدمج بنفسجية، وكذلك يشير إلى الجانب المدرسي أي أكاديمية بعض الدمج. وأيضا لقبه بيرسي لأن معناه هو نوع من اللون البنفسجي، وهو أيضا اسم لمدرسة خاصة في كامبريدج في إنجلترا. صورة هو صبي صغير له شعر أزرق سماوي يربطه للخلف. العديد من الشخصيات الجزء الأول من السلسلة لاحظ مدى لطافته. It is a very very cute بشكل لا يصدق. سورا يرتدي سترة زرقاء تشبه سترة العمالقة في أكاديمية المبارزة من يوغيو جي اكس. أسنان سورا قوية جدا، فهو يأكل دائما الحلوى وفي فمه دائما توجد مصاصة. ألا تنتهي منه الحلوى؟ الدين نظاه. سورا عندما يكون جاد يقوم بأكل حلواه وليبقيها في فمه. سورا يظهر مرحلة استثنائية بمبارزة الوحوش بالنسبة لعمره، وهو على دراية جيدا في جميع الأنماط المختلفة ويستطيع وضع استراتيجيتين وفقا لذلك الموقف. لكنه لا يأخذ المبارزة على محمل الجد ما لم يكن هناك شيء ليثيرها فيها. سورا في الحقيقة خطر وخبيث أكثر مما يبدو عليه، فهو كان يمدح الجمهور وفي نفس الوقت كان يفكر في خطط هزيمة كوروسكي شون. فأخرج ابتسامته الخبيثة فبدأ كالمجنون فأظهر المزيد من وحوش الدمج الدموية والعنيفة. فهكذا كشف عن المزيد من خطه وعنفه، فقال أنه كم كان مستمتعا هو وشعبه بالصمت فتجنبه الكل ببساطة لأنه يظن أنها لعبة خير ممتعة. فغضب من خسارته ضد شون لأنه يكره مستعمل الديكسيد، ولكن السبب الوحيد الذي يجعله غير قادر على مسامحة نفسه على خسارته هو أن شرفه كون أحد أفضل طلاب الأكاديمية بعض الدمج والذي شارك في عملية غزو بعض الديكسيد تعرض لخسارة من أحد أفرادهم. سورا صارم جدا على نفسه، ومن المرجح أن يكون سلوكه نتيجة الاعتقاد أنه يثق في رفاقه ويفعل الصواب. سورا درس في أكاديمية بعض الدمج، تدرب بجد ليصبح جنديا مزدوجا. خلال فترة وجوده هناك فكان مركزا فقط على تدريبه ولم يشكل صداقات مع أحد. وفي يوم من الأيام عندما كان يمشي سأله أستر فينيكس إن كنت تود الانضمام إلى الجيش، فرفض سورا وقال له لا أحتاج إلى أي شخص آخر ويمكنه فعل أي شيء بنفسه. فتخرج سورا في نهاية المطاف، ثم تم تصنيفه في النخبة في نخبة أكاديمية مبارزة في بعض الدمج. فبعد ذلك تم إرساله للبعض القياسي في مهمة خاصة ليتحقق ويراقب ساكاكي يويا. مجموعته الفلافل ركزت على استاء الدمج، حيث تطلب عددا كبيرا من بطاقات المحدودة من الاتشيب. ومن وحوش مجموعته لدينا اولا وحوش الاتشيب، منها اتشيم شاين، اتشيم
فرايت فور لايب اجيم سايبر جيم ساو اجيم طماهوك. ولدينا ايضا وحوش الفلافل منها فلافل بير فلافل ليو فلافل ماوس فلافل اكتوبوس فلافل شيب فلافل وينكس. ومن وحوش الاكسترا دونك لديه فرايت فور بير فرايت فور كاميرا فرايت فور كراكن فرايت فور ليو فرايت فور سايبر توت فرايت فور شيب فرايت فور تايجر. ومن اوراق السحر لدينا Frightful Patchwork Teacher Rebirth Frightful Sanctuary Toy Vendor Frightful Fusion Polymerization Frightful Report Frightful Factory. ومن أوراق الفخ لديه Fusion Reserve Fluff Crane Design Frightful Frightful March. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو. لا تنسى شير لايك وسبسكرايب ونلتقي في فيديو آخر سلسلة تقارير عن شخصية يوغي أو. أخبروني أراءكم عن شخصية سوري في التعليقات، وكان معكم الإمبراطور باري فيجيتو. سلام.